انا شخص عادي بس الدنيا بتطرزي فيه، انا شخص راضي باللي جاي ومكتوب لي. يا الحكاية في انا واللطيفة ولا دي، ومين اللي كمل النهاية؟ ده كله سابني في وسط حرب، حتى القريبة بقت بعيدة، وبالفراق انا كنت حاسس. زودت احمال تقيلة وانا كلي على بعضي مناقص، حتى القريبة بقت بعيدة، وبالفراق انا كنت حاسس. زودت احمال تقيلة وانا كلي على بعضي. احمال تقيله وانا كلي على بعضي.